پیاوانی جاران پیاوان بەردەوام چی سێچیان لە پشتێنی خۆیان دەبەست. دیارە چیستەکانی زۆر زۆری هەبوو، بەشێکیان توتنی لەناو بوو، بەشێکیان پارە پولی تێدا بووە. ئەوە ئێستا لە بەردەستمانە زیاتربووی پارە بووە. بەڵێ ئیتنەکە خێتێک لەسەری بوو و توتنی خۆمانیان تێدەکرد. بەڵام ئەویان کە تایبەتە لە خام دروستکراوە، تایبەتە بە پارە. دیارە پارەش زاران مادەم بووە، وەکویان ئەوە بووە. ئەوە من دروستی کردم. بەڵام دروست کردم. دروستی کردم لەسەر پارچەی زۆر کەونە. ئەوەستان. بەدەستم دروستی کردم. أسعد الله أوقاتكم بعد الشرح بالكردي لكاك شيرزاد. نعيد الترجمة بالعربية، احنا دا نحكي بقطعة تاريخية وسبق اني منزل عليها الفيديو هاي، اني مطلعت الباترون قديم من عم وصليه والله يحفظه. قطعة تاريخية، هذا الكيس خيطناه على قطعة يمكن عمرها 150 سنة. القطعة هي كان يستخدمها الملوك والسلاطين والخلفاء، كانت يمهم تنحط بيها الفلوس من يجيهم شعراء أو أحد يريدون يكرمونه، زين، أو أحد يريدون يكرمونه يخلون الفلوس هاي يمهم ويهدونهم إياها. هذه قطعة كانت تستخدم من كانت الفلوس معدنية، بعدين انتقلت ورقية قل استخدامها. نفس الوقت استخدموها أصحاب المهن، استخدموها أصحاب المهن الحرة. كان الرجل يحطها بجيبه، إذا لابس صاية شاكيت مع هاي يحطها بجيبه ويطلع منه. ومو بس هاي، كان ممكن يشيل أكثر من قطعة، هنا واحد هنا واحد هنا واحد، وعليها الشاكيت وهو الحزام وما يبين. شكرا. حبينا أن يكون حديثنا اليوم عن قطعة استخدموها القدماء، وشكرا لكم. وهاي قطعة من التاريخ العراقي الأصيل. شكرا زهرة زنقنة.